الفطار الامثل لاطفال المدارس المرحله السنيه دي؟ وبالمره بقى ايه اللانش بوكس المثالي؟ يلا بينا. لو هنتكلم على فطار مثالي فابنك مش محتاج اكتر من ربع لنص رغيف بلدي في اي محتوى اي نوع من انواع الجبن، ويفضل طبعا الجبن الطبيعيه مش الجبن المصنعه. تمام، يعني لو تحط فيها معلقتين جبنه ملح خفيف مع فلفل مع خيار فده فطار كامل. لو هتضيفي كوبايه لبن مفيش مشكله، ولو هتضيفي حتى معلقه عسل على كوبايه اللبن مفيش اي مشكله، ده بدايه يومك. طب انا رايح هناك وهاخد اللانش بوكس، لان الامهات دلوقتي للاسف الامهات اللي بتستسهل في القصه تصحى الصبح او من بالليل تحمر اللحوم او الفراخ البانيه مثلا والصبح وتروح جايه حطها في اللانش بوكس، هي ما بترتكبش جريمه في حق ابنها بس، لا ده كمان الاطفال اللي بيبقوا معاه في الفصل، هو طبعا ده اكل محبب بالنسبه لاغلب الاطفال، فيبدا يطالبوا امهاتهم ان انا عايز معايا بانيه عايز. بدل ما هي بقت مشكله سوء تغذيه لطفل واحد بقت مشكله سوء تغذيه لمجتمع كامل. فالام لازم تبقى عارفه ان اللانش بوكس هو مش محتاج كل المجهود ده كله، انت محتاج نوع من انواع الكربوهيدرات وهتمثل في صوره العيش سواء كان عيش فينو او عيش بلدي، خضروات ولازم تشغل اكتر من نص اللانش بوكس. دلوقتي اللانش بوكس بقى بيتقسم زي بصوره الطبق الصحي، فانت نص ومش محتاج انه يبقى خضار مطبوخ، السلطه ممكن تحقق لي ده، فلفل خيار خس جرجير بروكلي حسب ما ابنك بيحب، املي له نص اللانش بوكس وهتبقى ربعين. ربع فيه بروتين وبيشغل البيض، وان كان البيض يعني بيشوبوا شويه شوائب ان هم ما بيقدرش يستنى اطول فتره طبعا. وفي علبه مقفوله مكتوب فتره زمنيه، خاصه لو كانت درجه الحراره عاليه، فبالتالي الجبن بتشغل حيز. لا ممكن تضيفي له نوع من انواع الحلاوه زي الحلاوه والمربى، ما فيش اي مشكله خالص للطفل، لان الطفل بيجي بعد كده بيبذل مجهود عضلي في الفسحه او في البي اي او في حصص الالعاب عامه يعني، فده بيستهلك الطاقه اللي هو بياخدها. خد واستفاد وجسمه استفاد، وفي نفس الوقت عمليه وظائف المخ ما تاثرتش بصوره كبيره للاسف، وده بيحصل زي ما قلت لك، هو مش بيبقى الاطفال بس، كمان الموظفين هم بيدور على فكره ان المعده تفضل مليانه اطول فتره ممكنه، فده بيخليه ياثر على وظائف المخ بصوره كبيره. لكن الناس اللي بتبذل مجهود عضلي او بيشتغل بصوره عضليه كبيره فما فيش مشكله انه ياكل الفول كبدايه يومه، هو كده كده خلاص العضلات هتستفاد من البروتين وهيستهلك في وقت قريب جدا والدنيا هتمشي كويس يعني. طيب ماشي، بس انا دلوقتي برضو لو جيت بقى كده اتكلمت يعني، ما انا ممكن اروح ابني اعمل كل ده معاه وبعدين هناك في اللي هي الكانتين بتاعهم يجيب كل حاجه يعني بوظ كل حاجه انا ببنيها. لا، ما هي الفكره كلها ان ابنك لما بيجي يطلب منك فلوس كاول تجربه مثلا في المراحل السنيه الاوليه، فانت المفروض بتبدا تفهمه انت واخد كل احتياجاتك معاك، هو مش هيروح الكانتين هو مجيبه ما فيهوش فلوس الا اذا انت اديته فلوس. تمام، ففكره ان هو يحس بالحرمان ما بينه وما بين زمايله، ان زمايله بيروحوا يشتروا وهو ما بيروحش يشتري، فاحنا هنا لازم نلجا لمستوى اعلى شويه، يبقى المدرسين اللي موجودين في الفصل او حتى اداره المدرسه ان هي تتواصل. ودلوقتي الحكومه بدات كمان تدخل الوجبات الغذائيه. هي دي بقى النقطه، انا اصلا المفروض كمدرسه او كمؤسسه انا اللي امنع يبقى في اكل غير صحي بالذات ايجز معينه في المدارس. احنا وعي التغذيه ووعي الصحه الغذائيه دلوقتي بدا ياخد مساحه كبيره جدا، وفعلا ده حقيقي بدا يتطبق في مدارس كتيره. وصدقيني هو فكره الامهات بتيجي من الاول، هي الام لو حققت الصحه الغذائيه لابنها وما خدش فلوس ان يشتري من الكانتين، ففكره الكانتين هي مجرد بس سنه وهتلاقيها بدات تختفي تماما، لانه ما فيش حد بينفعه زي صحيح. ما احنا بنقول لان للاسف فعلا لما تيجي تبص تلاقي كل الحاجات الان هيلثي او الغير صحيه هي المتوفره في الكانتين. فاداره المدرسه لازم يبقى عندها القرار ده، ان ده بيخدم على صحه الاطفال وبالتبعيه بيخدم على وظائف المخ وبالتبعيه بيخدم على سمعتها كمدرسه. صحيح.